السيد الرئيس. انت لحد الان تقول السيد الرئيس. ايه هو صدام حسين يعني. فاحنا ماشيين على هالمنهج. وكان يحب شيئين بالبصره، يحب الصبور ويحب البصل مال الزبير. البصل مال الزبير كان كبير وابيض وحلو وليس حارق، فكان هذا يطلب على طول الصبور والبصل. حتى في احد الايام كان وكيل الوزاره هو المحافظ، فخابروه بالقصر، شالوا التليفون عليه، قالوا له محافظ البصره، قال لهم تفضلوا، قالوا له احنا من القصر، بصل بصل بصل، وسدوا التليفون. هذا خابرني وخابر اسامه الرحماني الله يرحمه. الله يرحمه. اي فقال لي ايش كان اسامه الرحماني نائب المحافظ؟ كان معاون المحافظ للاداره المحليه. رحنا عليه رأسا، هو من أهل أبو الخصيب، فلهذا والله يعني أنا شخصيا هو صديق لي، قريب قريب علي كان يعني، هو نائب المحافظ. أي فرحنا المحافظ نائب، قال هذول يقولوا لي بصل بصل بصل، شنو شفرة شنو؟ أنا حرت يعني شو أسوي. أي قلنا هذا يعني بصل، يريدون بصل. قال إيه وشلو شنو يعني؟ قلنا هذا ندز بيك بصل متروس إلى القصر الجمهوري. قال والله خضيتوني من شغلة أنا دايخ بيها، صار لي ساعة دايخ، شنو بصل بصل بصل. يعني ما أعرف هذه الشغلة. دزيتوا من هذا البصل اللي تقول عليه نفسه الكبار الأبيض البغداد، لحد الآن بالسوق أنا أشتري من عنده. أي البصل الأبيض ونوعيته يصير حلو هذا. أي هذا يصير أي مو قليل يعني. نعم هذا اللي صار.